تحية لكم من جديد مشاهدي الأخبارية السورية أينما كنتم. هذه التغطية مستمرة لآخر التطورات والمستجدات فيما يتعلق بحلب. آخر المعلومات التي وافانا بها موفد الأخبارية السورية، طبعا بعد استهداف معبر راموسا من قبل الإرهابيين بالقذائف وكذلك بالرصاص، أكثر من 40 حافلة وسيارة تصل معبر راموسا عائدة من منطقة الراشدين بعد تعطيل الإرهابيين لاتفاق خروجهم من الأحياء الشرقية. وزارة الدفاع الروسية قالت مركز حميميم قام بإجلاء أكثر من 9500 شخص من مناطق تواجد الإرهابيين في حلب، وأكدت وزارة الدفاع الروسية إجلاء جميع النساء والأطفال من مناطق تواجد الإرهابيين في حلب. وكذلك أكدت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش السوري يواصل عملياته لاستعادة المناطق التي يتواجد فيها الإرهابيون في الأحياء الشرقية لحلب. إذن سوف نتابع التطورات مباشرة مع مفدي ومراسلي الإخبارية السورية المتواجدين في معبر راموسا لنرصد التطورات لحظة بلحظة. يتواصل استهداف معبر راموسا بقذائف الإرهابيين حتى هذه اللحظة لتعطيل هذا الاتفاق. ومتابعة لهذه التطورات ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الأستاذ تحسين الحلبي الباحث في مركز دمشق للأبحاث والدراسات. تحية لك أستاذ تحسين. أهلا أهلا بكم. مرحبا بك. وكذلك نرحب بالدكتور زاهر اليوسفي عضو مجلس الشعب. تحية لك دكتور زاهر. أهلا وسهلا، تحية مرحبا بك ولمشاهديكم. أهلا بك. أبدأ معك أستاذ تحسين، قراءة في الذي حصل اليوم بعد استهداف الإرهابيين لمعبر الراموسة بهدف تعطيل تنفيذ الاتفاق، وكذلك هذا الاستهداف كان متزامن استهداف كذلك لكفرية والفوعة أيضا بقذائف الإرهابيين. أنا بتقديري كان متوقع أن يقوم كل هؤلاء من المجموعات المسلحة الذين سيطروا على تلك المنطقة حتى بعد الاتفاق بالراموسة، وحتى بعد أيضا ضمانات من مختلف الدول بمسألة مرور آمن لجميع المدنيين وعدم تعرضهم للخطر. وبالتالي كان متوقع. لماذا؟ لأنه دوما المهزوم يحاول من هذه المجموعات المسلحة أن يعمل على تحسين بعض شروطه في آخر اللحظات، لعله هو ومن يدعمه من الولايات المتحدة الأمريكية ومن فرنسا ومن كل العالم، من 60 إلى 100 دولة تقريبا الذين يدعمونه. بالتالي هذه المحاولة تفشل، لأنه في الواقع سوريا وحلفاؤها يمسكون بشكل دقيق بكل قواعد العمل في تلك المنطقة، من المنطقة الشرقية من حلب. وبالوقت نفسه هذه الانتصارات للجيش العربي السوري مع حلفائه في تلك المنطقة تشكل في الحقيقة هزيمة لمهزومين بالضربة القاضية وهزيمة لمهزومين بالنقاط. لا ننسى أن من هزم بالنقاط يريد الآن على هذه الحلبة أن يحاول تحسين نعم. بعض شروطه. هذا نعم. بتقديري خاصة أن نتحدث عن لم يتبقى سوى كيلومترين فقط تتواجد فيه هذه التنظيمات الإرهابية. أنقل هذه الفكرة إلى الدكتور زاهر. دكتور زاهر، مصير هذا الاتفاق بعد ما قام به الإرهابيون من اعتداءات واستهداف لمعبر الراموسة؟ قبل قليل الموفد الإخبارية إلى حلب كان يقول الوضع في معبر الراموسة يتجه نحو إيقاف العمل باتفاق خروج الإرهابيين من الأحياء الشرقية. نعم نعم، أظن أن الممولين أو الذين يدعمون الإرهابيين لا يوافقون على هذا الحل، لأنه تكريس انتصارات الجيش العربي السوري في حلب والقوات الرديفة المهاجرة. بالبداية القرار ليس موحدا لدى الإرهابيين، هم عدة فصائل، فصائل توافق وفصائل ترفض، وهكذا تجد أن قراراتهم كلها تقريبا مترددة. هم ليس تسجيل نقاط، إنما الرافضون لهذا الاتفاق يحاولون عرقلته وإلغاءه، لأنهم لا يريدون الحل إلا الموت، وخاصة بعد أن هددهم المحيسني إذا عادوا إلى إدلب سيقتلون جميعا. وهم بين خيارين أحلاهما مروا، إما أن يقتلوا على يد أبطال الجيش العربي السوري، وإما أن يقتلوا على يد المحيسني وأعوانه في إدلب، وخاصة بعد حفلة الكذب الذي قامت بها الأمم المتحدة وممثلي الدول الداعمة لهم، بعد أن قالوا أنهم
جائعون ومحاصرون وإلى آخره، وهم لا يتباكون على أي مواطن سوري يعيش في المناطق الآمنة، يتباكون فقط على المسلحين، خاصة أن بينهم عناصر غريبة قد تكشف تآمر هذه الدول على سوريا. هذه العناصر الغريبة السعودية والقطرية والتركية والإسرائيلية أحيانا توجد بينهم، لذلك هم لا يريدون خروج هؤلاء المسلحين كي لا تنكشف هويتهم باختصار. يعني أظن أن الاتفاق سيتحقق إن عاجلا أم آجلا، ولكن هناك من يحاول عرقلته. نعم، أنا متفائل بأنه هذه الفكرة للأستاذ تحسين، هل توافق دكتور زاهر بما جاء به، أم ترى بأن هذا الاتفاق بعد ما جرى اليوم، بعد استهداف الإرهابيين لمعبر موسى، بعد استهداف الإرهابيين لكفرية والفوعة، بعد كل الذي حصل اليوم قد انتهى عمليا؟ أنا بتقديري بشكل موضوعي للغاية، ما تحدث به زميلي عضو مجلس الشعب كان في الحقيقة يعني تشخيصا دقيقا للأزمة، للهزيمة التي تعتمل الآن لدى هذه المجموعات الإرهابية. لكن أريد أن أضيف هنا أن سوريا وبنفس الوقت حلفاء سوريا بما في ذلك روسيا بالمقدمة فتحوا باب لكل أولئك الإرهابيين بتسليم أسلحتهم بالموافقة والاستجابة للعفو الذي تقدم به الرئيس بشار الأسد وما زال يتقدم به لكل من يلقي السلاح. لكن يبدو مثل ما قال أخي الكريم، هناك من يرغب أن يموت سواء إن مات بإدلب أو مات على يد الجيش العربي السوري، وهؤلاء قلة أنا بتقديري، لأن معظم هؤلاء المسلحين أصبحوا الآن أمام حائط لا يمكن أن يكون بمقدورهم تجاوزه، خصوصا وأن 2-3 أو 1.5 كيلومتر مربع هو في الحقيقة مقبرة ستكون لهم دون أن يكون بينهم أي من المدنيين، لأن المدنيين أصبحوا أصلا محررين، 90% منهم أصبحوا خارج سيطرة أي مجموعة مسلحة في تلك المنطقة. أنا بتقديري الذي يشجع الإرهابيين على الاستمرار في التمركز بهذه المنطقة بالكيلين متر مربع هم وسائل الإعلام والداعمون، كما تحدث أخي الكريم الداعمون من الدول من السعودية وقطر، لأن حين نتابع وسائل الإعلام يتحدثون عن حلب أن الجيش العربي السوري يحذرون من أن يرتكب قتل للمدنيين من كيل من الاتهامات، بينما داعش الموجودة في قلب الرقة وتسيطر على جزء من هذا الشعب الفلسطيني، من هذا الشعب السوري الموجود في الرقة، لا أحد يتحدث عن مذابحها ولا أحد يتحدث عن مذابح حقيقية جرت، بل يتهمون الجيش السوري بارتكاب قتل للمدنيين، في حين أن الإرهابيين هم الذين يقتلون المدنيين. حين أرى ذلك الآن في وسائل الإعلام، كل وسائل الإعلام الأمريكية بالإنجليزية والفرنسية والعربية كلها تتحدث الخطر من مسألة أن ينهي الجيش العربي السوري سيطرته التامة على آخر كيلومتر مربع من مدينة حلب. هذه المسألة استتبعت عقد مجلس أمن دولي كمان، يعني بالتالي أنا بتقديري هذا يشكل تشجيع لهؤلاء الإرهابيين حين يسمعون أن مجلس أمن دولي سيعقد، فسيقولون لماذا إذا نسلم الأسلحة ونستفيد من العفو، لا فلنبقى إذن ربما نحسن شروطنا. أنا بتقديري المعركة ما تزال بين 100 دولة تريد أن تذبح هذا الشعب السوري وتسيطر على أراضيه بهذه الحرب الإرهابية، وبين قيادة وجيش وشعب عربي سوري يواصل صموده مع حلفائه المحليين ومع المؤازرين ومع كل جندي عربي سوري في مقدمة هذا. ذكرت أكثر من نقطة أستاذ حسين أريد أن أنقلها للدكتور زاهر، لكن أريد أن أعود إلى العاجل الذي ورد عبر قليل على شاشة الإخبارية السورية ما يتعلق بالتطورات والمستجدات الحاصلة في معبر الراموسة. الدفعة الأخيرة بحسب مفد الإخبارية السورية، الدفعة الأخيرة من الإرهابيين
تعود من منطقة الراشدين باتجاه الأحياء الشرقية بعد قيام الإرهابيين بتعطيل عملية إجلائهم. إذا الدفعة الأخيرة من الإرهابيين تعود من منطقة الراشدين باتجاه الأحياء الشرقية بعد قيام الإرهابيين بتعطيل عملية إجلائهم. دكتور زاهر، الكثير من الحقائق تكشفت وأنت جئت على ذكر هذه النقطة، ما يتعلق بالأمم المتحدة، ما يتعلق بتزوير الحقائق من قبل الأمم المتحدة، تزوير الأرقام التي كانت تتحدث عنها، العمل على تسييس الملف الإنساني، عدم حديثها عن كل ما جرى في حلب طيلة السنوات الماضية من خلال استهداف الإرهابيين للأحياء المدنية بالقذائف الإرهاب، استخدام الغازات السامة، قطع الكهرباء، قطع المياه من قبل الإرهابيين، لم نسمع صوت الأمم المتحدة. اليوم الحقائق تتكشف عن حجم التزوير، التضليل من قبل الولايات المتحدة ومن يهيمن، نتحدث عن الغرب. ما الذي إلى أي حد تم أيضا قطع الطريق باتجاه من كان يعمل على تسييس الملف الإنساني سواء من قبل الولايات المتحدة أو من قبل الغرب بشكل عام أتحدث؟ يا سيدتي، ما حدث مؤخرا وظهر على شريط الأخبار يؤكد أن هناك تعليمات صدرت في آخر لحظة، يعني الدفعة الأخيرة. إذا هناك دفعات قبل هذه الدفعة مرت إلى الراشدين وإلى الأتارب أو إلى ريف إدلب، أما فمنعت لأن تعليمات جديدة صدرت. هناك أوراق تلعب الآن في الأمم المتحدة وفي كواليس السياسة الدولية استمرارا لبرنامج التآمر على سوريا. طبعا الحرب الإعلامية بدأت منذ 2011، منذ بداية الأزمة في سوريا بدأت الحرب الإعلامية بالتضليل والكذب ولا زالت مستمرة حتى الآن. تكشفت الحقائق ليس بشكل نهائي، هناك أمور تحدث يعني لا تجدين تفسيرا لها. ومع ذلك نحن في حلب نعتبر كلما زادت القذائف على المدنيين الآمنين في حلب نستبشر خيرا بأن الضغط زاد على المجموعات المسلحة، وهذه إشارة للفظ أنفاسهم الأخيرة، القذائف على المدنيين الآمنين طبعا إشارة إلى أنهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة، محاولة منهم في تغيير اللعبة التي لن تتغير، لأن محور المقاومة سوريا وروسيا وإيران والقوات المؤازرة كلها مصممة على تطهير حلب من الإرهابيين ونقل المعركة إلى مكان آخر للقضاء نهائيا عليهم إن شاء الله. وكل الخوف الغرب من هذه الناحية أن ينقل الإرهابيون بعد إدلب وبعد حلب وبعد باقي المناطق إلى أوروبا، إلى تركيا، إلى هم يريدونهم أن يقتلوا هنا خشية أن يعودوا إليهم حاملين معهم الأفكار التكفيرية والإرهاب والعمليات الانتحارية وما إلى ذلك. وكل ما يجري منعا لهم وضحكا عليهم على الإرهابيين لكي لا يعودوا إلى بلدانهم الأصلية أو إلى الخارج خشية أن يقوموا بعمليات انتحارية هناك وينتقموا من خداع داعمهم لهم في اللحظات الأخيرة. نعم، أعود إليك أستاذ تحسين ونتحدث عن من يدعم الإرهاب اليوم، هذه الدول الراعية الداعمة للإرهاب. التداعيات على هذه الدول، نتحدث عن حجم الإنجاز اليوم في حلب، كيف سيترك تداعياته على الدول الداعمة للإرهاب بدءا من واشنطن وأدواتها في المنطقة؟ أستاذ تحسين، هل تسمعوني؟ أستاذ تحسين، إذا أعود إليك دكتور زاهر فيما يتعلق بذات النقطة، كيف ستكون التداعيات على الداعمين للإرهاب؟ أنا بتقديري بدأ العد التنازلي. ترامب الرئيس المنتخب أعلن قبل أيام في وسائل الإعلام الأمريكية بأن معركة حلب انتهت لمصلحة الجيش العربي السوري وحلفائه، هكذا قال ترامب، هذا الرئيس المنتخب. والآن يبحث عن توظيف أموال دول الخليج من أجل أمور أخرى للغاية، ليست أمور تتعلق بمعركة حلب أو بأي شيء بمستقبل حلب. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الكل يدرك من السعودية إلى قطر إلى أردوغان في الواقع بأن معركة حلب شكلت قيمة استراتيجية كبيرة جدا، كانت قد تحدثت عنها مراكز أبحاث إسرائيلية تحت عنوان
وفي شهر آذار 2016 يعني قبل 9 أشهر كانوا قد قالوا في مراكز الأبحاث الإسرائيلية شاؤول شاي بأن من ينتصر بحلب يحدد مصير سوريا ومصير الشرق الأوسط، لأن معركة حلب ومعركة الرقة ومعركة الموصل ومعركة صنعاء هي التي من ينتصر فيها يحدد كل مستقبل الشرق الأوسط. أنا بتقديري من هنا جاءت الفاتحة الأولى وهي معركة حلب. حلب على ثغور كل حدود هذا الوطن العربي من حدود تركيا وصولا إلى بقية الوطن العربي، أنا بتقديري ذات قيمة استراتيجية. يريد الآن المنهزمون وهم في الواقع من تداعياتهم الآن أنهم يعملون على استصدار أي قرار من مجلس الأمن الدولي يمكن أن يحصلوا عليه لتقليص القيمة الاستراتيجية للانتصار العربي السوري مع الحلفاء من روسيا إلى إيران إلى حزب الله إلى بعض الفصائل الفلسطينية التي شاركت في سوريا في كل هذه ضد الإرهابيين. أنا بتقديري كل هذا سيشكل الآن تثبيتا للقيمة الاستراتيجية بأن سوريا هي وأبناؤها وجيشها وحلفاؤها المخلصون هم الذين يحددون مستقبل سوريا ومستقبل الشرق الأوسط. التداعيات الأخطر ستكون في الواقع أيضا حين نجد أن تنجح روسيا في تحييد أردوغان. الآن بوتين يدعو إلى جلسة عقد مفاوضات مع أردوغان في قزاخستان بمحاولة أن يحقق قفزة إلى الأمام اتجاه تحييد أي دور تركي على حدود سوريا وأي تدخل وسحب القوات التركية أيضا التي تسللت إلى الشمال السوري. أنا بتقديري من هذه التداعيات الآن ستكون معركة حلب ذات قيمة أبعد حتى في مستقبل المنطقة الشمالية لسوريا على حدود تركيا وما بعد تركيا. هذا بتقديري أنا أهم تداعيات سيحملها أولئك الذين خسروا والذين هزموا من دعم هؤلاء الإرهابيين. أما معركة إدلب، أنا بتقديري معركة إدلب ستكون الآن على جدول عمل الجيش العربي السوري للتخلص من هذه البؤرة الإرهابية التي تجمع فيها أكثر الإرهابيين تشددا وتطرفا، وبتقديري يمكن أن تنتهي، يعني لن يمر شهر بإذن الله إلا ونجد أن أخبار المعركة المستمرة لتطهير كل هذا الشمال العربي السوري من الإرهابيين قد اكتست صورة أخرى للغاية. نعم، نقاط جد هامة أستاذ حسين سوف أنقلها للدكتور زاهر، لكن نتابع الآن مشاهدينا إذا نتابع على الشاشة معبر الراموسة في حلب وكذلك تل باقلو في حماة، واليوم كما شاهدنا تم استهداف المعبرين من قبل الإرهابيين، تم استهداف معبر راموسة من قبل الإرهابيين بهدف تعطيل الاتفاق، وكذلك تم استهداف منطقة تل باقلو جراء استهداف فإذا الإرهابيين لهذه المنطقة. أعود إليك دكتور زاهر. دكتور زاهر، أستاذ حسين كان يفصل في أبعاد هذا الانتصار الكبير الذي تحقق في حلب، الأبعاد الاستراتيجية لهذا الإنجاز في حلب، ومن هنا نشاهد هذه الهستيريا الغربية، التصريحات المتتالية من قبل المسؤولين الغربيين سواء الأمريكيين الأوروبيين ودعوات لعقد جلسات في مجلس الأمن وإلى آخره. نعم سيدتي، هذه الهستيريا دائما تحدث لدى الغرب عندما ينتصر الجيش العربي السوري في أي موقع على جغرافيا القطر العربي السوري. الخوف كله من انتصار الجيش العربي السوري وحلفائه أن تزال يد الغرب عن المنطقة. إذا انتصر الجيش العربي السوري وداعموه في هذه الحرب وسينتصر بإذن الله وكلنا ثقة بذلك، فهذا يعني أن أمريكا وحلفائها ابتعدوا أو رفعت أيديهم عن المنطقة ولم يبقى لهم إلا حلفائهم التاريخيون الخليج والسعودية والأم في التحالف إسرائيل. وكل ما يجري قلنا دائما ومرارا أنه لصالح إسرائيل. إسرائيل هي المحرك الأساسي لكل ما يجري في المنطقة خوفا على أمنها المستقبلي، تريد تفتيت المنطقة إلى كانتونات، وهذا مخطط معروف منذ السابق، كي
استأمن هجمات الدول القوية التي قد تتشكل حولها، إضافة إلى العدو التركي له أحلام عثمانية قديمة، قضم سابقا شريطين من الشمال السوري ويحلم حاليا بقضم شريط ثالث، لأنه حتى الآن في الموازنة في الحكومة التركية يضعون ليرة تركية واحدة موازنة مستقلة لحلب وليرة للموصل، إذن هم يعتبرون أن الموصل وحلب جزء من تركيا. هذه الأحلام تبددت، لذلك ضاعت بصيرتهم وبدأ الصراخ والعويل، وتفاجأوا بهذا التحول الكبير في الوضع العسكري في حلب، خاصة لأنه سينعكس على كل المحافظات الأخرى. سيأتي دور إدلب، ثم دور الرقة، ثم دور دير الزور، ثم دور ريف الحسكة الشمالي. إذن مخططهم انهار، وعندما انهار المخطط الذي تعبوا عليه سنوات وربما عقود، لابد أن تصيبهم لوثة الجنون. هذا العويل على المسلحين الذين حوصروا في حلب عويل كاذب، أظن كما قلت سابقا أظنهم يخشون من عودتهم إليهم، يريدونهم إما أن يموتوا أو ينتصروا، لا سمح الله لن ينتصروا، سيموتون، وإذا لم يموتوا وعادوا إليهم يخافون على بلدانهم من تأثيرهم الإرهابي. نعم. هذا ما سيحدث، وهذا مخطط إسرائيلي قديم وغربي قديم تعمل عليه كل دوائر الغرب، وأنشأت غرف عمليات في تركيا وفي عمان وفي قطر، وقواعد عسكرية كلها لحماية مصالحها التي ستنهار إذا نجح محور المقاومة في هذه الحرب الظالمة. نعم، أعود إليك أستاذ تحسين، لكن تعليقا أيضا على الصور التي نراها الآن، نذكر بما جرى اليوم بتزامن مع استهداف معبر الراموسة، تم استهداف كفرية والفوعة بالقذائف، وأيضا كما وفانا مراسل إخبارية في حماة، المجموعة الإرهابية أيضا خرقت الاتفاق واستهدفت صقلبية أيضا بالقذائف، وكذلك تل باقلو الذي نراه في الصورة الآن. بالعودة إليك أستاذ تحسين، بالحديث عن هذا الاتفاق، ما الذي ستحمله الساعات المقبلة؟ هل سنكون مع استئناف للعمليات العسكرية بعد ما عمل عليه الإرهابيون لتعطيل هذا الاتفاق؟ في الواقع دون أدنى شك الجيش العربي السوري سيستمر حتى آخر سنتيمتر في الحقيقة من مدينة حلب، وليس آخر كيلومترين بقي الإرهابيون يتمترسون فيهم. هنا لا ننسى أن المعلومات التي يتزود بها هؤلاء الإرهابيون من الخارج، من الذين يدعمونهم، من الذين يسخرونهم في الواقع من الخارج، من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وإسرائيل، في الواقع المعلومات التي تصلهم تقول لهم بتقديري أن يوقفوا كل شيء. لماذا؟ لكي يكسب هؤلاء زمنا آخر، فيقولوا أن فيحذروا بوسائل إعلامهم وفي مبنى مجلس الأمن الدولي في نيويورك بمسألة أن هناك أخطار على المدنيين، وهم يدركون أن الجيش العربي السوري هو الذي أخرج المدنيين، وهؤلاء المدنيون الحلبيون لو استطلع رأيهم الآن من قبل أي مراقب لوجد أن 99% منهم سيكونون ممتنين ويعلنون عن هذا الامتنان للجيش العربي السوري الذي أخرجهم من جحيم أولئك الإرهابيين. إن الشهادات التي يلقونها هؤلاء أمام وسائل الإعلام وهي قليلة في الحقيقة التي تأتي إليهم، لو أرادت الأمم المتحدة أن ترسل وسائل إعلامها في الحقيقة ومراقبيها إذا كانوا محايدين لاستطلاع رأي هذا الجمهور، لأعلن الجميع بأنهم تحرروا من سيطرة أولئك الإرهابيين، وهم يدركون. يعني أمريكا تعرف أن من يعيش تحت سيطرة الإرهابي يعيش في أشرس الأوضاع القاسية من قبل هذا الإرهابي. أنا بتقديري هنا تكمن المسألة، أنه يريد أن يكسبوا المزيد من الوقت لعلهم يستطيعوا أن يقدموا شيئا آخر. فوجئوا بأنه جون كيري فوجئ بأن يجري اتفاق بين لافروف
وبين وزير خارجية تركيا على قاعدة معينة في شمال سوريا تجاه حلب، على قاعدة إخراج المدنيين. فوجئ جون كيري الذي سيسلم السلطة في تشرين كانون الثاني المقبل، أي بعد شهر تقريبا، فوجئ بأنه بوتين يكون على وسائل الإعلام هو الجيش العربي السوري من ينقذ المدنيين من هؤلاء الإرهابيين. هم يريدون أن يستمروا في هذه المعركة الإعلامية لشيطنة الجيش العربي السوري وشيطنة كل من يدعم سوريا ويقف إلى جانبها، من إيران إلى حزب الله إلى بوتين إلى الجميع. إلى يعني أنا بتقديري ما تزال معركة حلب في لحظاتها الأخيرة، كما أعلن أكثر من مسؤول سوري وروسي، ما تزال في آخر نهاياتها التي يريد من خلال كسب الوقت البعض من الذين يدعمون هؤلاء الإرهابيين أن يقتل هؤلاء الإرهابيون، كما قال أخي الدكتور زاهر، في آخر كيلومترين ولا ينتقلوا إلى تلك المناطق. لأنه أنا واثق أن معظم هؤلاء الإرهابيين الذين يتمسكون ببقائهم في تلك المنطقة، وهم الذين خرقوا وقف النار والاتفاق، سيكونوا من الأجانب ومن غير السوريين، لأنه وجد كل مسلح في منطقة شرقي حلب إن كان سوريا أن سوريا ستحتضن من جديد، وأن العفو يسري عليه، وأنه يستطيع أن يعود مواطنا ويمارس حقه في التصويت وفي الديمقراطية وكما يشاء. بينما هؤلاء لا يمكن أن يبقوا، لأنهم جاءوا من خارج المنطقة ومن خارج سوريا، وهم مرتزقة جاءوا باسم الإسلام لكي يقوموا بكل هذه المهام لصالح الاستعمار الغربي الأمريكي والإسرائيلي والفرنسي والبريطاني. فرنسا تطلب عقد مجلس الأمن الدولي، لماذا؟ طلبت عقد جلسة اليوم. نعم نعم، لماذا؟ تريد أن تصل إلى نقطة، لأن فرنسا هي المهزومة بالضربة القاضية. أولاند أحد أهم الأسباب التي أسقطت أولاند وجعلته مجبر أمام حزبه على أن يقول أنه مستقيل، هي فشلوا في سوريا، هي عدوان على سوريا، لأنهم وجدوا أن سياستهم لا يمكن أن تتسع لأي نجاح، لا في سوريا ولا في أي منطقة أخرى. الآن بريطانيا خرجت من دول الاتحاد الأوروبي، فأصبحت فرنسا وحدها في أوروبا، عديمة الجدوى أمام خروج بريطانيا. وأنا بتقديري من هنا هؤلاء المهزومون يريدون الآن أن يحسنوا بعض شروطهم لكسب المزيد من الوقت. نعم، أنقل هذه الفكرة بالتحديد أستاذ تحسين للدكتور زاهر. الأستاذ تحسين يقول بأن الدول داعمة الإرهاب من خلال ما جرى اليوم تعمل على كسب الوقت، لكن على ماذا تراهن دكتور زاهر وهذه التنظيمات الإرهابية مهزومة؟ هذه التنظيمات الإرهابية انهارت أمام تقدم الجيش العربي السوري. نتحدث عن مساحة حوالي كيلومترين فقط تتواجد فيها التنظيمات الإرهابية في حلب. على ماذا تراهن فإذا الدول لدعم الإرهاب تحدث؟ نعم نعم، الجيش العربي السوري ليس فقط حاصر الإرهابيين في المناطق الشرقية من حلب، ولكنه قطع عنهم الإمداد، أي أن داعميهم لم يعد بمقدرتهم أن يمدون بالسلاح والذخيرة، وهذا ما أثر على معنوياتهم وعلى وضعهم العسكري وأدى إلى هزيمتهم. الآن ليس فقط على الوقت، يراهنون على المعلومات التي وردت عن إرسال لمحيسني آلاف الإرهابيين من إدلب باتجاه حلب لدعم من تبقى منهم، لدعم صمود من تبقى منهم كما يقولون. وأظن أن الجيش العربي السوري واعي لهذه المسألة وسيمنع هؤلاء من الوصول إلى أذنابهم في الكيلومترين المتبقيين من حلب. هذه المراهنة البارحة بالضبط يعني وردت معلومات أن المحيسني أرسل آلاف الإرهابيين باتجاه حلب لدعم من تبقى منهم هناك. أظن أن الجيش سيضربهم قبل وصولهم إلى حلب ولن يستفيدوا من الوقت، وسيمضي الانتصار قدما باتجاه تطهير آخر شبر من حلب إن شاء الله. وأظن خلال يومين أو ثلاثة سينكشف الموضوع. وهم يراهنون أيضا على حالة الطقس، هم يستفيدون أحيانا من حالة الطقس، من الضباب، من الأمطار الغزيرة، من
عندما يخفف الجيش العربي السوري وحلفائه عملياتهم هناك يستفيدون من هذه الناحية لاستعادة وترميم ما تدمر من صفوفهم. نعم، دعني أنتقل مباشرة، ضيوفنا الكرام سمحتوا لي أنتقل مباشرة إلى معبر الراموسة مع مفد الإخبارية السورية ربيع ديبة. ربيع، ما هو الجديد في الساعات الأخيرة؟ وزارة الدفاع الروسية تحدثت وقالت الجيش العربي السوري واصل عملياته لاستعادة المناطق التي يتواجد فيها الإرهابيون في الأحياء الشرقية لمدينة حلب. الجديد لديك ربيع؟ يعني بعد تعطيل الاتفاقية من قبل المجموعات المسلحة في منطقة أحياء حلب الشرقية ومنطقتي كفرية والفوعة وتعطيل خروج المدنيين، يعني تم إعادة دفعة كانت قد خرجت صباحا من مسلحي الأحياء الشرقية في حلب وعائلاتهم باتجاه منطقة الراشدين 4. بعد الخرق الذي حدث من قبل المجموعات المسلحة تم إعادة هذه الدفعة قبل قليل. نعم. دخلت تلك الدفعة إلى، يعني تجدين في عمق الصورة، هذه هي الدفعة التي تم إعادتها من منطقة الراشدين 4، تم إعادتها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة داخل الأحياء الشرقية. يعني المصادر الميدانية أفادت، يعني المصادر الميدانية أفادت بأن الجيش العربي السوري أعاد هذه الدفعة وهو بانتظار، لن يتم إخراج هذه الدفعة حتى يخرج المسلحين من الأحياء حتى يخرج أهالي كفرية والفوع المقدر عددهم بحدود 1200 إلى 1300 شخص إلى المناطق الآمنة التابعة لسيطرة الدولة السورية. بعد ذلك سيتم، يعني قد يتم إخراج المسلحين وعائلاتهم من الأحياء الشرقية. لكن كان قبل قليل هناك يعني توجه للضغط العسكري على المعاقل التي توجد فيها المجموعات الإرهابية المسلحة. حتى اللحظة يعني لم يعد الوفد الهلال الأحمر العربي السوري إلى معبر الراموسة أو الحافلات. هناك يعني وقف لتنفيذ الاتفاقية، رفعت سواتر ترابية من قبل الدولة السورية. يعني في هذه اللحظات كما قلت لك تدخل الدفعة التي عادت من منطقة الراشدين 4، هي عبارة عن سيارات مدنية للمسلحين وأيضا حافلات، وهناك ثلاث سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر العربي السوري تدخل إلى منطقة الأحياء الشرقية، هي عند نقطة التماس آخر نقطة للجيش العربي السوري. بعد ذلك ستدخل المناطق الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة داخل الأحياء الشرقية. يعني المعلومات تفيد بأنه بعد وقف العمل بالاتفاقية كاملة، إن لم يتم خروج أهالي كفرية وفوعة بأمان، لن تخرج الدفعة هذه ولن يتم استكمال إخراج الأحياء المسلحين وعائلاتهم من الأحياء الشرقية. وهناك كان معلومات ميدانية عن استهداف الجيش لبعض معاقل المسلحين ومصادر إطلاق النار على منطقة الراموسة، وبدأ الضغط العسكري من المحاور الشرقية الأحياء الشرقية. وفي هذه النقطة بالتحديد ربيع، يعني منطقة الزبدية يتم أيضا الضغط العسكري من قبل الجيش العربي السوري. نعم، في هذه النقطة بالتحديد التي تتحدث عنها ربيع، وزارة الدفاع الروسية قالت بأن الجيش العربي السوري دمر مواقع للإرهاب شرق مدينة حلب. ربيع هل تسمعوني؟ ربيع؟ نعم سناء. نعم، فإذا ربيع قبل قليل كنت قد تحدثت بأن الوضع في معبر راموسة يتجه نحو إيقاف العمل باتفاق خروج الإرهابيين من الأحياء الشرقية، هل من معلومات جديدة فيما يتعلق بهذه النقطة؟ يعني كل ما يبدو أمامنا هو وقف تنفيذ الاتفاقية تماما، خاصة بعد الاستهداف بقذائف الهاون. يعني حتى خلف الجسر تتساقط قذائف الهاون، يعني كل ساعة يسقط قذيفتين أو ثلاث قذائف في منطقة التي هي خلف الجسر، هي صادرة من الأحياء الشرقية التابعة للمسلحين. كما قلت لك تم إيقاف العمل بالاتفاقية، عودة هذه الدفعة من منطقة الراشدين إلى الأحياء الشرقية تدلل على أن هناك وقف تام للعمل بهذه الاتفاقية. لكن مصادر ميدانية أكدت أنه سيتم إعادة الحافلات أو إعادة العمل بهذه الاتفاقية في حال خرج أهالي كفرية والفوعة من المناطق التي
محاصرة من قبل الإرهابيين، إذا خرجوا بسلام سيتم إخراج هذه الدفعة، لكن لا معلومات مؤكدة. الضغط العسكري على الأحياء الشرقية الزبدية والمشهد والأنصاري يعني يتم، طبعا تطلب مننا الآن المصادر الأمنية بإيقاف البث المباشر. سناء سأحاول العودة إليك. نعم سوف نكون معك. قد يتم استهداف بعد دخول بعد دخول هذه الدفعة الآن الأحياء الشرقية، قد يتم استهداف هذه المنطقة بقذائف الهاون. نتمنى لكم السلامة بعد ربيع. قليل يعني نعم. ربيع نتمنى لك السلامة وتوخي الحذر دائما مع كامل الفريق الإعلامي. إذن سوف نتابع مشاهدينا مع ضيوفنا الكرام. أعود إليك دكتور زاهر. دكتور زاهر، كنا نتحدث فإذا في ونستكمل الفكرة، كنت تتحدث في البعد الاستراتيجي لهذا الإنجاز الذي يتحقق في مدينة حلب التي سوف تكون إن شاء الله مدينة خالية من الإرهاب تماما. نعم يا سيدتي، لاحظت الآن خلال تقرير مراسلكم في حلب البعد الإنساني الذي يتحدثون عنه جماعة الغرب وداعمي الإرهابيين. نحن نسمح كدولة لإرهابيين بالخروج من مناطق التي حصروا بها، وهم لا يسمحون لمدنيين أطفال ونساء ومرضى وشيوخ بالخروج من كفرية والفوعة. أين العدل في هذا الموضوع؟ هنا يجب أن تبعث رسالة إلى الأمم المتحدة بأن الوضع الإنساني، نحن يعني الذين نعتني بالوضع الإنساني وليس الإرهابيين، نحن نسمح لإرهابيين بالخروج وهم لا يسمحون لمدنيين عزل بالخروج. يعني حتى في هذه النقطة دكتور زاهر ما يتعلق بالأمم المتحدة وهذه النقطة، لم تتحدث الأمم المتحدة عن دير الزور المحاصرين من قبل إرهابي داعش، لم تتحدث الأمم المتحدة عما تعرضت له حلب عندما قطعت الكهرباء والمياه من قبل الإرهابيين، لم تتحدث الأمم المتحدة أيضا عن كفرية والفوعة المحاصرتين من قبل الإرهابيين وجميع اعتداءات الإرهابيين التي استهدفت المواطنين السوريين طيلة الحرب الإرهابية على سوريا. نعم، هنا تدركين قذارة الأمم المتحدة ومن يسيطر عليها. إذن الحل كما قلنا سابقا، الحل هو الحل العسكري على يد أبطال الجيش العربي السوري والقوات المؤازرة له الداعمة له. يعني هذه الاتفاقات كلها متى تحدث؟ عندما يبدأ الجيش العربي بتكريس الانتصار، هم يذعنون إلى الهدنة وإلى المصالحة في بعض مناطق وإلى، ولكن كلها تحت ضغط الجيش العربي السوري، ليس يعني كرما منهم وليس تنازلا منهم كمسلحين. هذه الأمور كلها تحدث بسبب انتصارات الجيش العربي السوري وتصميمه على تطهير البلد. أقول لك خلال يومين سيعود هذا الاتفاق إلى التطبيق إن شاء الله، وسيخرج أهلنا المحاصرون من الفوعة وكفرية لتلقي العلاج والإسعافات والأمور الإنسانية الأخرى، وسيذهب المسلحون إلى جهنم الحمراء إن شاء الله، إما مكان وجودهم أو في المكان الذي سيؤولون إليه. لا ننسى معاناة أهلنا في الرقة وأهلنا في إدلب، يعني هناك الكثير من المواطنين الوطنيين في إدلب يعيشون تحت نير الإرهابيين، لا يملكون شيئا يفعلونه إذا لم ينقذهم أو يدعمهم الجيش العربي السوري. إذا تحدث أحدهم بالأمور الوطنية أو اعترض فورا إلى الذبح أو القتل. وتابعنا شهادات الأهالي المحاصرين من قبل الإرهابيين في الأحياء الشرقية الذين كانوا متخذين كدروع بشرية من قبل الإرهابيين. نعم، شأن معظم أهلنا في إدلب شأن من كانوا محاصرين في الأحياء الشرقية من حلب. أيضا هم يعني رغما عنهم ليس بيدهم، لا يملكون شيئا كي يهاجروا إلى المناطق الآمنة أو يلجأوا إلى المناطق الآمنة ويتركوا بيوتهم وأرزاقهم، وليس لديهم يعني وسائل معيشة تتيح لهم ذلك. نعم، أعود إليك أستاذ تحسين، لكن أذكر فقط بما وردنا قبل قليل، وزارة الدفاع الروسية فإذا قالت الجيش العربي السوري دمر مواقع للإرهابيين شرق مدينة حلب، وكذلك كانت تحدثت وزارة الدفاع الروسية عن مواصلة الجيش العربي السوري عملياته لاستعادة المناطق التي يتواجد فيها الإرهابيون في الأحياء الشرقية لحلب، وأكدت إجلاء جميع النساء والأطفال من مناطق تواجد الإرهابيين في حلب. أعود إليك أستاذ تحسين بالحديث عن داعمي الإرهاب بعد انكسار مشروعهم في حلب، خيارات داعمي الإرهاب نتحدث عن واشنطن بالتحديد، وبعد أن حركت أدواتها الإرهابية في تدمر، هل تلجأ إلى التصعيد في جبهات أخرى برأيك؟
أنا بتقديري كما تحدث بعض الخبراء الروس قبل فترة، الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ما يسمى بقوات التحالف الدولي التي تقول أنها جاءت لضرب المجموعات الإرهابية، تزود في الواقع المجموعات الإرهابية المختلفة سواء في منطقة شرقي حلب أو غيرها أو في دير الزور أو في إدلب أو في أي مكان بمعلومات، وليس فقط بأوامر للعمل وخرق أي اتفاق، بل بمعلومات ضد الجيش العربي السوري وإمكانات توسع سيطرته وإمكانات تحقيقه للمزيد من إنقاذ المدنيين، لأنه السمعة الدولية ما تزال حتى الآن تحاول يعني عبر وسائل الإعلام العربية، مثل يعني إذا 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 أردنا أن نحصي فسنجد يمكن في شيء 50 قناة باللغة العربية تتحدث عن نفس ما يتحدث به الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا ضد الجيش العربي السوري، في حين أنهم لا يريدون أن يروا أن المدني السوري الذي بقي لعدة سنوات تحت سيطرة وكرهينة عند هذه المجموعات شعر بنفسه منتصرا حين استقبله الجيش العربي السوري. هذه الصورة لا يريدون أن تكون متوسعة في العالم، لذلك هم يريدون أن يخرقوا أي شيء وأن يعملوا على استمرار سياستهم بانتظار سقوطهم من الحكم. أوباما عدة أسابيع ويسلم السلطة، فيأتي ترامب، ربما ترامب لا يجد نفسه ملزما بكل سياسة أوباما كما أعلن، ربما ينفذ منها القليل أو ينفذ الكثير في النهاية من سياسته الجديدة اتجاه علاقاته الدولية مع روسيا وعلاقاته الدولية في المنطقة. أنا بتقديري هنا يريد هذا الغرب أن يعني يقاتل حتى الرمق الأخير، حتى الكيلو متر الأخير من في حلب لكي يحقق أي شيء، ولكن دون جدوى، بتقديري دون أي جدوى. حتى لماذا؟ لأن أولئك الإرهابيون يعني بتقديري وصلوا إلى نقطة، وهي نقطة الهزيمة الحاسمة، وبقي هناك من يريد أن يسخر المزيد منهم من أجل إما أن يقتلوا وفي أرض المعركة وكي لا يعودوا، وهم معظمهم من الأجانب، 70-80% ممن يقاتلونهم من الأجانب الآن في شرقي حلب، فبالتالي يخاف من عودتهم إلى فرنسا وبريطانيا وأمريكا، ولا يريد أن يعترف أنه قادر على أن يزجهم حتى وهم موجودون في الأراضي السورية، قابل أن يزجهم إذا خرجوا في السجن. لكن أنا بتقديري هو لا يفكر بذلك، يفكر هذا الغرب، هذا الاستعمار، هذا العدد الكبير من الأعداء الذين حاربوا سوريا. هنا النقطة الأبرز أيضا، وهي أنهم لا يريدون أن تشعر سوريا ب 25 مليون نسمة أو 23 مليون نسمة أنها انتصرت بجيشها وصمودها وشعبها وأبنائها وقيادتها على أكثر من 70 دولة تحدوا سوريا خلال 6 سنوات وأرسلوا لها ليس عشرات الآلاف، مئات الآلاف من الإرهابيين المرتزقة الذين جندوا بأموال عربية من دول الخليج لكي يدمروا سوريا ويفتتوها، فتنتفض سوريا وينتفض أبناؤها على كل هذا العدد من الأعداء ويحقق النصر. الولايات المتحدة الأمريكية في النظام العالمي الجديد الآن، أوباما يشعر أن هذا النظام العالمي الجديد الذي أراد أن يبنيه قد هدمته سوريا في السنوات الست الماضية. هذه مسألة مهمة، هذه لا أقولها أنا كرأي، هذه يتحدث عنها الاستراتيجيون الأمريكيون. ولذلك قال جون كيري في أكثر من مناسبة في العشرة أيام الأخيرة، نحن نادمون لأننا لم نهاجم سوريا في عام 2013، نحن نادمون حين وقف أوباما وهدد في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في عام 2013 آب أو أيلول سنهاجم سوريا ونحتلها، ثم تراجع لأنه في الواقع وجد أن قيادة سوريا وشعبها وجيشها يقولون أنهم جاهزون لاستقبال أي
عدوان بكل قدرة وقوة وصمود ومقاومة. أنا بتقديري هنا تكمن مسألة مهمة للغاية. التاريخ سيسجل الحرب كما قال الرئيس بشار الأسد، الحرب العالمية الثانية الكبرى الأخيرة في العالم، دامت 4-5 سنوات. هذه الحرب على سوريا هي أكبر، استغرقت زمنا أكبر، وسوريا تحملت فيها وصمدت أمام أعداء أكثر مما صمدت في دول أخرى. من كان يقف في الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا؟ 20-30 دولة. من كان مع ألمانيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية وضد الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت وضد دول أخرى؟ 20-15 10. الآن سوريا تواجه في هذه الحرب وخلال 6 سنوات أكثر من 70 دولة. أنا بتقديري هنا تكمن رمزية مذهلة. لا يريد هذا الغرب أن يسجل هذا الشعب العظيم بصموده وجيشه وقيادته، أن يسجل في التاريخ أن حربا من هذا القبيل تمكن من خلالها من أن يفتح الآن من بوابة حلب أهم قيمة استراتيجية في حربه ضد الإرهاب، ومن أجل تحديد مستقبل سوريا كما يشاء أبناؤها لا كما يشاء أولئك الذين دخلوا وأدخلوا إليها كمرتزقة وغير مرتزقة وإلى أراضيها لتسخير الأخ السوري أن يقتل أخاه السوري. أنا بتقديري هنا تكمن مسألة مهمة للغاية، لذلك هم ما زالوا يريدون. الآن سيراهنون على معركة أيضا الرقة ودير الزور وغيرها، لكن في الحقيقة حلب هي أم المعارك حقيقة، ليس باعترافي. في شباط 2000 وفي شباط الماضي قبل 10 أشهر تقريبا، كاتبة بريطانية سياسية في الغارديان تقول إن من ينتصر بحلب سيهزم كل المعارضات السورية ويحدد مستقبل أوروبا. موجودة هذه في الغارديان في شهر شباط قبل 10 أشهر. هذه معركة حلب، لذلك كانت بكل هذه التعقيدات وبكل هذه الحدة من فرنسا إلى بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. حتى أردوغان راهن أن تكون معركة حلب هو معركة لنفسه ينتصر فيها، فإذا به يهزم الآن رغم أنه تسلل إلى الأراضي السورية من أجل معركة حلب، لكنه في النهاية وجد أن معركته خاسرة وأن انتصار الجيش العربي السوري أصبح محتما. ويصدق ما قاله ترامب الرئيس المنتخب الذي قال معركة حلب منتهية، انتصر فيها الجيش السوري. بالتالي هنا تكمن المسألة الكبيرة. ترامب لا يهمه أن تقول سوريا والعالم أن سوريا انتصرت على إدارة أوباما، لأنه هو رئيس منتخب جديد. أما أوباما الذي يستمر الآن في سياسته العدوانية المباشرة ضد سوريا، جون كيري يبكي على يتباكى دموع التماسيح على أن مدنيين ويحذر نحن نخشى على المدنيين، مدنيين الرقة الذين يخضعون غصبا عنهم لسيطرة داعش. ماذا فعلت لهم وأنت قد قلت واتفقت مع روسيا على أن معركة الرقة ستشارك فيها أمريكا ضد مجموعات داعش؟ لم تشارك فيها، ولذلك انتقل مسلحون من الرقة باتجاه تدمر لكي يعيدوا غزو تدمر والسيطرة عليها. هذه هي آخر لحظات العمل العسكري الذي تقوم به أمريكا من أجل دعم الإرهابيين. أنا بتقديري الأمور واضحة. سوريا الكيلومترين الأخيرين هؤلاء لن يثنوا الجيش العربي السوري عن أن يحرر هما وأن يبعد كل الإرهابيين عن ليس عن حلب فحسب، بل وكل منطقة شمال سوريا. الكل يدرك، هؤلاء الذين الإرهابيون في إدلب أدركوا أن الدور سيأتي عليهم، لذلك قالوا للمجموعات الإرهابية في شرق حلب آخر ما تبقى أوقفوا هذا الاتفاق وسنرسل لكم مجموعات منا إرهابية أخرى لتعززكم. وكأن معركتهم يمكن أن تكون رابحة. في الحقيقة هنا أنا بتقديري تكمن مسألة مهمة للغاية، وهي أن سوريا حين تنتصر الآن هي تسجل للعالم لأول مرة في التاريخ، وأنا لا أبالغ حين أقول ذلك، هذا هو سجل التاريخ موجود أمامنا بالجوجل، يمكن أن نفتحه لأول مرة.
حرب تدوم أكثر من الحرب العالمية الثانية على سوريا من أكثر من 70 دولة، وتكون سوريا هي يدها العليا وأبناؤها وجيشها وقيادتها. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ تحسين حلبي الباحث في مركز دمشق للأبحاث والدراسات. إذا نتابع في هذه التغطية المباشرة، نرصد معبر الراموسة في حلب قبل قليل بطبيعة الحال، وكذلك تل باقلو في حماة قبل قليل. هذه الصور معبر الراموسة الذي يتعرض منذ الصباح لعمليات قنص وأطلاق قذائف من قبل الإرهابيين بهدف تعطيل الاتفاق. إذن أعود إليك دكتور زاهر، وكان يتحدث الأستاذ تحسين ما بعد الانتصار في حلب والإنجاز في حلب، ماذا عن المعادلات الإقليمية والدولية الجديدة الذي رسمها هذا الإنجاز في حلب؟ يا سيدتي، مع احترامي لرأي الصديق العزيز والضيف العزيز الأستاذ فيسير، إلا أن القرار ليس بيد أوباما ولا بيد ترامب. نحن فعلا ننتظر استلام الإدارة الأمريكية الجديدة بعد أسابيع، ولكن القرار في مؤسسة القرار الأمريكية التي تسيطر عليها الجمعيات الصهيونية. الرئيس الأمريكي عبارة عن مصرح، أو يعني كالمذيع الذي يذيع ما يملى عليه، هذا رأيه، أما القرار ليس بيده. نحن لا نعول كثيرا لا على قرار أوباما ولا على قرار ترامب، نحن نعول على قرار قيادتنا السورية. ثم حين قال ترامب عن حلب لم يقل الجيش العربي السوري ولم يذكر سوريا، قال الأسد انتصر في حلب. إذن هو يعرف أن وقوف هذا الجيش وهذا الشعب وراء قائد محنك ملهم ذو نظرة وأفق واسع، نظرة بعيدة وأفق واسع، هو الذي كرس الانتصار. ولم يكن القائد لهذا المستوى لما وقف الجيش والشعب خلفه وصمد هذا الصمود السوري. مخطط المنطقة واستراتيجية المنطقة المستقبلية سيقررها المنتصر الذي هو الجيش العربي السوري وحلفائه باختصار. وسنرى في السنوات المقبلة أن القرار والهيمنة لمحور المقاومة الذي تقوده سوريا. نعم، أشكرك جزيل شكرا دكتور زاهر اليوسف عضو مجلس الشعب، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق. إذا نعود للتذكير بما جرى اليوم مشاهدينا منذ ساعات الصباح وما وافانا به مفادو الإخبارية المتواجدين على الأرض سواء في معبر راموسة وفي تل باقلو في حماة. تحدثنا عن إذن استهداف لمعبر الراموسة، إطلاق نار من قبل الإرهابيين، إطلاق قذائف على معبر الراموسة، كما وفانا مفاد الإخبارية بأن الإرهابيين تعمدوا إخراج عائلاتهم ليقوموا بعد ذلك بالاعتداء على معبر الراموسة بالقذائف بهدف تعطيل اتفاق خروج الإرهابيين. إذن ينضم إلينا الدكتور صفوان القربي عضو مجلس الشعب، تحية لك دكتور صفوان. تحياتي، يسعد الله مساءكم. مرحبا بك دكتور صفوان، بداية نريد تعليقك عما جرى اليوم. تابعنا منذ ساعات كيف عمل الإرهابيون على تعطيل الاتفاق، كيف تم استهداف معبر راموسة بقذائف القذائف بطبيعة الحال وكذلك برصاص القنص، وكان ذلك بالتزامن مع استهداف كفرية والفوعة بالقذائف. تعليقك بداية على ما جرى اليوم. بالتأكيد القاتل والإرهابي والمجرم لا مشكلة أن يكون خادع وأن يكون كاذب وأن يحاول أن يناور في اللحظات الأخيرة على إبطال هذا الاتفاق برأيي الذي كان إلى حد ما في مصلحة الجميع. حقن الدماء، الحفاظ على الأملاك العامة في حلب هو كان عنوان الأساسي للدولة السورية. بالمعنى العسكري الوضع هو في صالح الدولة السورية بالمطلق، وهذا أمر لا خلاف عليه، ولكن رغبة كما قلت الدولة السورية وتساميها وتعاليها عن الجراح والحفاظ على أرواح بعض الأبرياء والأطفال والنساء هو كان الدافع لأن كما نقول نضع على الجرح ملح ونقبل بهذا الاتفاق. ولكن أهلنا وأحبتنا المحاصرين الأبطال النساء الصغار الموجودين بكفرية لابد كان، وكان هذا أمر حتمي، من إعطاء هذه اللقطة الطيبة باتجاههم، نقل الجرحى. كل طفل، كل جريح، كل امرأة موجودة في كفرية في الفوعة بالتأكيد هي تعادل رأس كل هؤلاء الإرهابيين الموجودين في حلب الشرقية. نترك الإرهابيين يخرجون
ليقاتلون في مواقع أخرى، ونبقي أهالينا بكرية والفوعة محاصرين مصابين جرحى. بالتأكيد هذا قبل هذا موضوع لا يقبله لا عقل ولا منطق ولا إنساني ولا قانون. لذلك كانت محاولة الإرهابيين خلط الأوراق اليوم ومحاولة إعادة الأمور إلى سابق عهدها هذا أمر غير معقول. الحزم العسكري، الضغط العسكري، أتفهم حاليا هناك حراك سياسي كبير على مستوى دولي لمحاولة إعادة الموضوع وترتيب الأوراق من جديد. حاليا أتوقع إلى المساء اليوم يكون هناك شيء جديد بالمعنى السياسي. الدولة السورية مرتاحة، الجيش السوري ما موجود بقوة وقادر على حسم الموضوع بشكل عسكري، ولكن قد نكون وجود كما قلت النساء والأطفال والحفاظ على الأمناك العامة هو الأساس في التريث والحلم والروية عند الدولة السورية. دكتور صفوان، مصير هذا الاتفاق بعد تعطيل الإرهابيين له باستهداف المعابر اليوم بالقذائف؟ كما قلت إعادتها لا، هي محاولات خلط أوراق متبادلة على الأرض. الإجراء العسكري هو بالتأكيد ليس في صالح المسلحين، والدولة السورية كما قلت قادر على حسم الموضوع عسكريا. حاليا كما قلت هناك حراك كبير على مستوى دولي وبالذات روسي تركي إيراني في محاولة ترتيب الأوراق من جهة وإعادة الجميع إلى ولكن الموضوع أن يتم بدون إخراج أهالينا المحاصرين بالذات المصابين والجرحى والأطفال اللي سينفرع لا يمكن أن يتم بالمطلق. هذا الموضوع عنوان عريض لا تنازل عنه ولا تراجع. نعم، ينضم إلينا أيضا متابعة لهذه التطورات عبر الهاتف من عمان السيد سميح خريس الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب. تحية لك سيد سميح، أهلا بك. يا أهلا بك، حياكم الله. مرحبا بك سيد سميح. أريد معك أن نقرأ في اليوم تأثير هذا الإنجاز، ليس فقط نتحدث عن مسار المعركة ضد الإرهاب في سوريا وإنما أيضا كيف سيكون تأثيره على المنطقة. على المنطقة يا سيدتي، الله يمسيكم بالخير. مرحبا على بك. المنبر المحتمر من تلفزيوننا العربي السوري الإخبارية، يعني حقيقة تحية كبيرة من عمان ومن إربد ومن كل الأردن إلى كل سوريا وإلى حلب المنتصرة، حلب الانتصار. الواقع الجواب على هذا السؤال يستدعي حقيقة تحديد ما الدافع والغاية من كل ما جرى ولا زال يجري. الدافع والغاية من كل الذي جرى ولا زال يجري هو المشروع الأمريكي الصهيوني بأدوات من بعض من النظام الرسمي العربي ومن بعض الحقيقة التنظيمات الشعبية اللي هم نواطير الكاز والغاز في الخليج والسعودية، واللي هم الفكر الوهابي والتنظيم الوهابي وتنظيم خوان المسلمين. هؤلاء هم الرحم الذي ولد منه هذا الإرهاب. جميعهم حقيقة جميعهم رسميين وشعبيين، هم خدام وأزلام وأنصاب الاستعمار القديم والاستعمار الجديد، حملوا الأجندة الأمريكية الصهيونية لتنفيذها وهي تقسيم الشرق الأوسط الجديد. ومن نتيجة لا يمكن أن يتم ذلك إلا إذا استهدفت سوريا، وإذا سقط النظام الحاكم في سوريا، وإذا قسمت سوريا، وإذا حدد وحجم الجيش العربي السوري، وإذا دمرت القوة العسكرية السورية. هذا كلياته هو الدافع والغاية من كل ما جرى. الآن بعد تقريبا الآن بضع يعني 3 أشهر قادمة يكتمل 6 سنوات 72 شهر بعد كل هذا الأمر، وقد فشلوا فشلا ذريعا، وبالتالي كل هذا الصراخ الذي نراه ونسمعه صراخ إعلامية إعلامهم، صراخ فضائياتهم، صراخ هؤلاء من المؤيدين لهم بكل المنطقة إذا في مؤيدين، صراخ المسلحين الموجودين في حلب وغير حلب، هذا كله نتيجة وجعهم الذي أصابهم والقرح الذي أصابهم والجرح الذي أصابهم من فشلهم الذريع وفشل مشروعهم الذريع. لأنه يعني وسامحيني أقول بالتعبير العامي بالتعبير الفلاحين بتعبير الناس، يعني هم أكلوا خازوق مبشم. هذا الصراخ هو نتيجة الوجع، وبالتالي
هذا النصر الذي حققه الجيش العربي السوري، الذي حققه الشعب العربي السوري، الذي حققه كله بقيادة القيادة السورية وبقيادة الرئيس بشار الأسد، هو أجهض مشروعهم. وبالتالي هذا ما دام أجهض المشروع وما دام أفشل هذا المشروع بده يكون أثره كبير على المنطقة. أول أثر على المنطقة الآن كل الذين كانوا يتهددوا ويتوعدوا وقد وعدوهم ووعدوا أنفسهم ووعدوا الشارع بأن النظام الرسمي في سوريا السلطة الشرعية والمشروعة سوف تسقط عبر شهرين أو ثلاث، هذا اقتربنا من 6 سنوات والنتائج أن هم الذين اندحروا وأن سوريا بكل عناصرها الثلاث الأرض والشعب والسلطة والقيادة تتقدم من نصر إلى نصر. فهذا الأمر الوضع الطبيعي جدا أيضا أزعج أسيادهم ومشغليهم الأمريكان والإنجليز والفرنسيين والصهاينة، أزعجهم هؤلاء. ولذلك الآن هم حقيقة أنا باعتقادي هذا الخرق الذي حصل من الإرهابيين الموجودين في حلب الشرقية اللي بدهم يطلعوا، هذا الخرق الذي حصل أنا باعتقادي هنالك اتصالات معينة من بعض مشغليهم بحاولوا يكسبوا الوقت لخلق محاولة خلق واقع جديد، لكن هم حقيقة أنا بتقديري هم واهمون واهمون جدا على هذا الحكي، لأن الحقيقة القرار الذي صدر إما مفاوضات تسوية شاملة مباشرة وينتهي الأمر وإما النصر الميداني. وبالتالي أنا باعتقادي الآن هم يعني عم تخبطوا مو دارين شو اللي بدهم يتصرفوا. نعم أنقل هذه الفكرة للدكتور صفوان. ذات النقطة دكتور صفوان، هذه الهستيريا الغربية اليوم لداعمي الإرهاب، ما نشاهده من تصريحات وكذلك هذه الحملة الإعلامية التضليلية، تزوير الحقائق، تشويه الحقائق، كل ذلك بسبب انكسار مشروعهم في حلب. خيارات داعمي الإرهاب اليوم، بالتأكيد أتفهم هذا الضجيج وهذا الغبار الإعلامي المثار هنا وهناك، هذا أمر طبيعي جدا. حجم الإنجاز هو حجم لا يمكن أحد كان يتوقعه في مراحل سابقة قريبة جدا، حجم الإنجاز هائل جدا. هي صفحة طوية وفتحنا صفحة جديدة ستكون إن شاء الله مشرقة، نحن قادمين على انتصارات استراتيجية من بوابة انتصار حلب. هذا الانتصار أتفهم كما قلت لاحظت الحنق والضجيج الفرنسي الأمريكي الخليجي عموما في مجلس الأمن جميعي ومتحدي تحت عناوين إنسانية براقة خادعة. هم بالتأكيد خسروا نقطة استراتيجية مهمة جدا، خسروا حيز جغرافي، خسروا معركة سياسية وإعلامية ومعركة معنوية كبيرة جدا. كانوا يتغنون بقوات عسكرية ضخمة وبتواجد مهم جدا وبمحاولات لا تخفى على أحد تقال أو لا تقال تحت عناوين تقسيم سوريا على أسس محددة. هذا الموضوع كله سقط بالضربة القاضية بتكاتف الجيش العربي السوري البطل والأصدقاء الذين كانوا عون وسند مهم جدا لنا وتعاطف وتكاتف وصبر الشعب السوري، هذا أمر لا يخفى على أحد كل هذه الإجراءات. لذلك أتفهم هذا الكم من الحنق ومن الغضب. حتى الإسرائيلي الذي كان دائما يحاول أن ينكفئ، يحاول أن يختبئ، لا يظهر موقفه فيما يخص الأزمة السورية أو الحرب على سوريا، لاحظنا أصوات نكراء لم تخفي انزعاجها وألمها ورغبتها في استمرارية الحرب على سوريا والاستكمال في استنزاف قدرات سوريا ورغبتها في وجود دولة سورية مفككة متناحرة، الجيش السوري يكون فيها ضعيف غير قادر على إزعاج وضرب المفصل الإسرائيلي. كل هذا الأمر نقرأه بعين الخبير، ولكن أقول أنا متفائل جدا. الواقع العسكري والواقع السياسي والواقع الدولي والمزاج العام الإقليمي والدولي كله في صالح الدولة السورية كما قلت، رغم كل هذا الكم من الغبار والضجيج الذي لا يسمن ولا يغني من جوع الميدان. نحن في أقوى مراحل الميدان حاليا وفي أقوى مراحل القوة السياسية أيضا، لذلك لا خوف. هناك ربما ترتيبات قلت وأؤكد حاليا تجري بتواتر عالي جدا،
هناك دعوة في روسيا إلى اجتماع روسي إيراني تركي في 27 شهر، لابد من استكمال المشهد في المراحل القادمة واستكمال الأوراق. لا خوف، نحن بالتأكيد سنحصل على كل ما نريد عسكريا وسياسيا وإنسانيا، وأخراج أهالينا المصابين والجرحى من النساء والأطفال في الكفوعة بكل قوة وبكل جرأة وبكل مسؤولية. نعم، أنقذ ذات الفكرة لضيفنا للأستاذ سميح من بوابة الانتصار في حلب. أستاذ سميح، كيف سيكون المشهد بداية، الانعكاس كيف سيكون في سوريا على باقي المناطق أتحدث؟ لا يعني الانعكاس ذلك ليس فقط على الداخل السوري، بالعكس حتى على خارج حدود إقليم. وتحدثنا عن ذلك، تحدثنا عن انعكاساته على المنطقة وحتى معادلات إقليمية ودولية جديدة. نعم. هلا ضمن المعادلات المحلية داخل الإقليم السوري، حدود الدولة الإقليمية، الحقيقة هذا بده يحمس الناس، أولا يحمس الناس ويشجع الناس بشكل عام على مزيد من الثقة، وعلى مزيد من الثقة بالشعب العربي السوري وبالقيادة السورية وبالسلطة الشرعية والمشروع السوري وبجيشنا العربي السوري. هذا تعزيز الثقة أولا. الأمر الآخر فيما يتعلق بباقي المناطق المسلحين وغير المسلحين، اللي منهم عن يعني خلينا نسميه عن حسن نية، مع أنه مش كثير أنا مع هذا التعبير، يعني أنا الأوان له أيضا، وسوف يدرك الآن إدراكا حقيقيا، سوف يرى بعينه وسوف يلمس بيده وسوف يسمع بأذنه أن الذين وعدوه قد تخلوا عنه، وأن الذين وعدوه قد فشلوا فشلا ذريعا. وبالتالي الآن لابد له، هذا سوف يشجع على مزيد من المصالحات والإقبال، وأن يدفع بهؤلاء أن يرموا أسلحتهم وأن يعودوا لحضن الوطن الأم، وبالتالي يتضافر الشعب بكل أجنحته بكل اختلافاته على اختلاف ألوانه وأطيافه. هذا على الصعيد المحلي، وبالنتيجة أيضا حيث نبدأ الانعكاس على الصعيد الإقليمي ما يحيط في سوريا، خصوصا ما يحيط بشكل مباشر أولا على العدو الصهيوني. هذا العدو الصهيوني اللي حقيقة كان يحاول أن يتستر ويتستر كثير، أصبح الآن أيضا فقد صوابه، فقد اتزانه، أصبح علانية يقول استمرارية هذا النصر، تحقيق هذا النصر يؤثر على ويشكل خطر مباشر على الأمن الصهيوني داخل فلسطين المحتلة. وصار يتحدث بالنتيجة، لأنه الخطوة اللاحقة سيكون مجموع المسلحين اللي ما بين الجولان وما بين ريف دمشق، أيضا هؤلاء لابد لهم من أن يستسلموا أو يعني كما يقولون ينفذوا بريشهم يهربوا إذا بيقدروا، أو بالنتيجة إذا ما بدهم لا هاي ولا تل لابد لهم من أن ينتهوا ذبحا. وبالنتيجة هذا الأمر أيضا يعيد الثقة بكثير من الناس اللي كانت مضللة، إلى مع أني أيضا لا أؤمن أنه بعد 6 سنوات ما في تضليل، واللي ما بيشوف من الغربال فهو أعمى. بالنتيجة سوف يعيد الثقة للشارع المحيط بسوريا. عندنا هنا في الأردن على سبيل المثال المزاج العام الحقيقة اختلف منذ فترة، لكن أيضا ازداد اختلاف كبير إيجابي بعد هذا النصر الذي تحقق في حلب. إذا هذه حلب المساحة الجغرافية الواسعة، القوة العسكرية الضخمة اللي عندهم، المدعومين من تركيا بشكل مباشر بالسلاح والذخيرة والذخائر والمواد التموينية اللي شاهدناها على التلفزيون، والأدوية اللي لما كانوا يصيحوا إنه ما فيش مواد تموينية وشاهدنا المستودعات هذه اللي مخزين وحارمين الناس المدنيين. بالنتيجة أيضا ونتحدث أيضا عن أهمية حلب كمدينة سيد سميح. نعم، هذه المدينة العريقة ذات الثقة الاستراتيجي والاقتصادي وكل هذا الحكي. إذا هذه حلب المدينة الضخمة مساحة وفعلا واقتصادا وصناعة، وأيضا هذه نتيجتها. إذا ماذا سوف يبقى بمناطق معينة مثل جوبر؟ ماذا سيكون المناطق معينة زاوية صغيرة بالزبداني؟ ماذا سيكون بدومة؟ إذا أو فيما يتعلق حتى بالرقة، حتى دير الزور، حتى كذا، أنا باعتقادي أن هذا هو حقيقة النصر المؤزر المبين بإذن رب العالمين لكل الموضوع ولكل سوريا، والفشل الذريع لكل المشروع ومن قام به وأدوات من قام به.
أشكرك جزيل الشكر لوجودك معنا السيد سميح خريس الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العام. شكرا جزيلا لك. أعود إليك دكتور صفوان. دكتور صفوان، بالأمس الخارجية الروسية أكدت تعليق المباحثات مع الجانب الأمريكي في جنيف بشأن الوضع في حلب. بداية، كيف تقرؤون ذلك؟ ما الذي يعكسه؟ هل تبقى الحلول مؤجلة فإذا حتى قدوم إدارة ترامب؟ حاليا الموقف الامريكي الى حد ما هو يعني لاحظت انه الامريكيين الى حد ما انكفأوا عن المشهد ما يجري في سوريا. نعم. ربما كما قلت الانشغال الامريكي حاليا الفتره الانتقاليه بين مرحله ومرحله لاحقه، ولكن هذا الموضوع عزز الوجود التركي، وهذا امر يجب ان نقوله بكل صراحه وبوضوح. ربما التواصل الايراني الروسي مع الأتراك في محاولة جذبهم أكثر وإبعادهم عن حلف الناتو وأمريكا ربما هي خطوة لها وعليها، ولكن يعمل الروس على هذه الخطوة بشكل منهجي وكبير جدا، محاولة إقناع الأتراك بأن مصالحهم أولا وأن الغرب تخلى عنهم، ولا بد من الواقعية السياسية، ولا بد من بعض التطبيق العملي لمحاولة تصفير المشاكل والعودة إلى الرشد. طبعا نتفهم الكم الكبير من الحقد الخليجي التركي، ولكن تبقى في السياسي لابد من هامش آمال الوجود عود القوة هي من يفرض نفسها في المنطقة. الجيش السوري حاليا اللي تمرس وأصبح من أشرس الجيوش في المنطقة وأصبح يتفنن بكل أنواع الشوارع الشاملة الاقتحام يخيف الجميع، وهو مصدر اعتزاز السوريين، ولكن هو مصدر قلق للأعداء الخارجيين. الخيارات كما أشار زميلي من عمان الخيارات واسعة جدا حاليا. نشوة أبطال الجيش العربي السوري بهذا الانتصار المدوي واللي كان مذل للطرف الآخر واللي كسر كل معنوياتهم قبل أن يكسر قوتهم العسكرية، نحن أمام مروحة واسعة من الخيارات، قد لا تكون أولها باتجاه إدلب وقد يكون باتجاه الجنوب باتجاه درعا والقنيطره، وهذا امر يرعب الاسرائيلي كثيرا جدا، اعوده الجيش العربي السوري الى كامل المنطقه الجنوبيه على في مقابل الاسرائيلي. مروحه الخيارات كما قلت هي ستكون مروحه واسعه جدا كلها في صالح الدوله السوريه. نعم. انا انظر باطمئنان الى الموقف العسكري والسياسي واتلمس افاق مريحه جدا للسوريين، لابد من بعض الصبر رغم الجراح رغم الآلام، ولكن سوريا تمشي بخطوات واثقة باتجاه النصر والتحرير وعودة الأمان إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر لوجودك معنا دكتور صفوان القربي عضو مجلس الشعب، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق. مشاهدينا بطبيعة الحال سوف نكون معكم فور ورود أي جديد، وهذه التغطية دائما مستمرة، نرصد الأحداث لحظة بلحظة من قلب الحدث مع موفدي ومراسلي الإخبارية السورية. إلى اللقاء في أمان الله.